السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي، وعيدكم مبارك سعيد. واليوم بغيت نشارك معكم البنات طريقة زين الشموع للمناسبات والحفلات الأعياد، طريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معايا. فأنا هنا البنات بغيت نديكوري واحد الشمعة بيضة، خليتها بيضة، بغيت نديرها الحنة 27 بنتي، وبغيت ندير لها اللون الأخضر. حنا كنعرفوا الحنة كيخصها الخضر ولا البيض، دونك هاد الشمعه خليتها عاديه بيضه، وعادي ندير لها، خليت واحد ديزيستراس ما كاملينش اورو البنات، دايره 86 سنتيم كيتباع في اكسيون، وخليت هذا بحال سكوتش هو ديكوري حتى هو، كيدير حتى هو 89 سنتيم. لهاد ثلاثه د لي بوند نتوما ليكم الاختيار، كيمكن لكم القيطان، هادو حتى هما وريضات فيهم واحد نبته، حتى هما البنات كل هادشي كامل البنات ما دايرش اورو في اكسيون، كيمكنك تلقاوه في محلات الخياطه، هادو وريضات حتى هما، يعني اي حاجه كيمكن لكم تاخذوا، شوشه، ديزيستراس، صدايف، اي حاجه كيمكن لكم ديكوريو بها. انا غنوريكم الطريقه، تتبعوها راها سهله وبسيطه. ومن بعد اي حاجه شفتوها عندكم في الدار، القوامج اللي تيتبالا وما كيبقاش صالحين باغيين تلوحوهم، حيدوا ليهم داك الصديفات الصغيورين وداكشي، واخا يكونوا اللوان مختلفين، الا كانت الشمعه بيضاء راها كتواتى مع اي لون، يعني تخلطوهم كاملين دير بهم واحد الديكور كيجيو انيقين بزاف. تابعوا معايا الطريقه ديال كي غنديكوري بها هاد الشميعه هادي، ونتمنى ان هاد الطريقه تعجبكم البنات وتبداو تستعملوها، لان الشمع كنعرفوه اللي هو ديكوري كيكون غالي بزاف، وهاد الشمعة اللي جاتني انا زوينه بزاف، يعني حتى بالنسبه للعروسه الحنه وداكشي عجبتني بزاف. البنات عندي اختيار بين هاد الزورقه اللي فيها عقيقه خضراء وهادو، انا جاوني احسن حيت جاو بحال بلديه، و او ميم طون يجيني داك الديكغادي ديال الخضر. عندي هاد الوريضات فيهم هاد السلك هكا،
نتوما الا كانوا عندكم وريضات ما فيهم لا سلك لا والو يمكنكم تثبتوهم غير في نيته، تدخلوها في الورده وفي الشمعه وخلي داك الفنته تما لاصقه حتى داك الوردات ما كتزعزعش نهائيا. انا ناخذ واحد الابره غنحاول نسخنها ونتقبيها داك الشمعه ونقص من داك السلك لحقاش طويل بزاف باش ندخل الورده في الشمعه، راه كتبقى ثابته البنات ما كتزعزعش نهائيا. وما تنساوش بلي هاد الشموع هادي اللي كنديكوري راه كتبقى فقط للديكور، ما كتصلحش تشعل من بعد. حنا كنعرفوا العقيق لي استخاص الوريضات هادشي كامل كيشعل العافيه، دونك فقط كتبقى للتزيين. فانا هنا ثبت الوريضه الاولانيه، بامكاني ندير اكثر يعني عدد، يمكن ندير 6 الا بقيت. نحاول نكمل بنفس الطريقه ونوريكم البنات النتيجه النهائيه. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلنا عليها ديال هذه الشميعه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم، الحنه ديال 27 ديال بنتي. كنتمنى انها تكون عجبتكم وندوزوا دابا لشكل اخر. غنحاول البنات نديكوري معكم شمعة واحدة اخرى او حتى ثلاثة اخرين كاع هكا باش تشوفوا الطريقة، يعني غير بلوز او موان يعني داكشي كيبقى الاذواق والالوان نتوما باختياركم. هذه هاد الشمعة في التركوز، غنحاول نختار شي موتيف اللي يجي معاها. انا اختاريت هذا اللي فيه اللوينات وهذا اللي بحال القفص ديال الفراخ، يعني هاد جوج ديال هادي هما اللي غادي يتواتاو معاها بالنسبه لي انا. كيمكننا نديرو هاد اللون هذا، راه كيتواتا معاه بزاف الالوان، يعني يجي معاه الموف، يجي معاه الكري، يجي معاه الطوقي. ولكن انا عندي البلاطو في الكري يعني ارجونتي، دونك غادي نحاول ندير معاها الكري باش يجي كلشي مواتي. يعني ولا بغيتو تدخلو نتوما مع هاد اللون مثلا الموف راه كيتواتا بزاف، يعني حاولوا ديكوريوها بالموف. نحاول نبدلو الطريقه هاد النوبه، ما نديروهاش على يعني هكاك دايره، نحاول نديرها على الطول او نديرها مايله. بالنسبه لهاد السكوتش البنات الا هو متواجد عندكم في المغرب فهو كيديكورا بيه حتى لي كوك ديال التليفون، كيجي زوين بزاف. ابخي يمكن لي ندير لكم واحد الفيديو خاص بالديكورات ديال لي كوك ديال التليفون. كما قلت لكم انا درتو حاولت درتو مايل شويه باش يجي يعني ما يجيش كاع مع كامل متشابه في الديكورات ديالو. نتوما ليكم الاختيار.
غير بالنسبه للبنات لهذا السكوتش هذا حاولوا تثبتوه بواحد ليبرا صغيره في التحت ديال الشمعه هكا باش ما يبقاش يتزعزع. وبالنسبه للجهه الفوقيه حاولوا تذوبوا شويه الشمعه غير بحال هكا بريكه تشعلوا شويه باش داك القنت هذاك يثبت ما كيبقاش يتزعزع من هذاك السكوتش. بهذه الطريقه هذه انا درت جوج لي بون يعني هذا كيكون الوجه ديال الشمعه في الظهر. ليكم اختيار ديال لون اخر مثلا ديروا الدوغي ولا درتوا بلاطو دوغي دوروا الشمعه لجهه الدوغي درتوا ارجونتي دوروه لجهه ارجونتي يعني كيولي عندكم جوج الاستعمالات لهذه الشمعه او ديروا لون اخر تماما. انا غنبقى في هذا اللون الكري يعني قليل انا فاش كنستعمل الدوغي غنبقى في اللون الكري غير غنبدل الموتيف يعني في بلاصه جوج لي بوند غنحاول ندير بوند وحده. نسيت هذه الوريضه هي اللون في اللون جايه ما تجيش باينه دونك غنيفيتيها ندير وباش ما تجيليش مشابهه مع الاخرى كنحاول نجرب الالوان اللي غيتواتاو معها دونك غادي نبقى في داك الموتيف اللي اختاريت في الاول ديال اللي فيه القفص ديال البراطه وواحد اخر فيه داك لي تريونغل كولوري. هنا نوريكم الطريقه ديال كما كتشوفوا غير شويه البريك كدوب لنا الشمعه وحاولوا تلصقوا داك السكوتش مزيان معها صافي باش كيتبت. وبالنسبه للديكور البنات غنحاول نبقى في داك لي موتيف اللي قلت لكم لانه يجي متواتر مع داك جوج فيزان صغيور اللي حدا الشمعه. عندي واحد في التوركواز واحد في البيض دونك غادي نبقى في نفس يعني ما بغيتش ندخل الوانات بزاف ولا هادي غنبقى في غير في هاد الكري وفي داك جوج ديال لي موتيف. ما تنساوش البنات تثبتوا انا الشمعه ديالي دابا حاليا راه ما تثبتاتش كما قلت لكم بدا كيبرى وانما نتوما فاش دوزوا السكوتش دو فوا هكا يعني مخالف حاولوا ديروا واحد الفنته لتحت باش ما يبقاش يتزعزع. بالنسبه للضيفات اللي عاد ديكوري بهم الشمع او انا مثلا كنديكوريهم بهذا الموتيف راه صعيب باش يلصقوا بوحدهم يعني حاولوا يا اما تذوبوا الشمع كما بنفس الطريقه بالبريكي وعاد تنزلوا عليهم هذا الموتيف هذا او لاكول عاديه ديال المدرسه شويه لاكول وكتثبتوا فيها داك الديكور كيبقى لاصق. انا عندي في وجه ديكور وفي الوجه الاخر ديكور واحد اخر. هنا راه عندي درت غير بوند ولا فاس اخرى فيها جوج لي بوند هكا كتجي عندنا مختلفه يعني يمكن لي نديرها في هاد لافاس فيها شويه ديال لي كولور اكثر فيها داك الغوز فيها المخضر فيها بلو سيال واللافاس الثانيه يعني هي بلو يعني بلو كالم كنشوف داكشي بلو زان يعني ما فيهاش كاع اللوان يعني خفيفه جات انيقه بزاف. داك لافاس الاخرى انا عجبتني بزاف وهذه عاود لا بغيت شي نهار نحطها مع شي لون اخر ولا مع شي شمعه في لون اخر موف ولا غوز ولا هذه غتجي كذلك واتيه. غندوزو دابا للديكور ديال الشمعه الثالثه. عندي شمعه موف هذا كما قلت لكم راها كتواتى مع الشمعه اللي قبل منها يعني مع داك الموتيف اللي درت فيها فيه هذاك الموف والغوص يعني يمكن لي نمثلهم بجوجهم في صينيه واحده او في بلاطو واحد مهم باش نديكوري بهم بجوج على فوا. دابا انا غنحاول هذه الموف غنحاول ندخلها كري دوغي موف توركواز يعني عندي لو شوا ما عندي هذا السكوتش فيه الموف والكري يعني موف ارجونتي هو اللي غنديرو. I'm
داك الوريضات البنات اللي لتحت غادي ندير وحده موف وحده بلون كاسي وحده موف وحده بلون كاسي حتى ندور على الشمعه كامله. وهذا عاود الديكور الثالث. وندوزو للديكور الرابع ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي هذه شمعه كري يعني عاود نحاول ندير لها ديكور جديد. بما انني مازال ما خدمتش كاع الدوغي غنحاول نخدمه معكم. وخدمت انا ما عنديش مع الدوغي وقليل فاش كنخدم كاع الدوغي فهذه بغيت نقول لكم يعني بالنسبه اللي كيبغي من الدوغي حتى هو راه يمكن لك تدخلوا مع بزاف الدوغي حتى هو كيتواتى مع اي لون. وغنحاول ندير لها دي موتيف ديفيرون طريقه ديال التزيين ديفيرون على اللي سبق هكا باش يجيو مختلفين. هاد الشموع البنات خصوص هاد الكري هذا وها مع هاد لي زيتوال هادي كيصلحوا لا نيسونس. غير بلاصه هاد الوريضه كيمكن لكم ديروا سكاته صغيره كتبع هكا دي موتيف صغيور مثلا كنولي ديروا دي سطيفات دي بوطون هكا في البلو سيال يعني تبطل داك السينتا كامله اللي هي جايه طول سطيفات هكا يعني باش تجي على التيم ديال لا نيسونس. غنحاول ندخل الارجونتي حتى هو اننا جايين الدوغي جايين شوكو ما تنبغيش الدوغي بوحدو غنحاول ندخل لك ليه هكا باش جيت هي مواتيه مع هادشي اللي عندي. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات ديال الشموع ديالي اللي زينتها. راني حاولت كامل نثبتهم يعني بالفنيتات كما قلت لكم وداك الوريضات اللي لصقتهم بلاكول هكا باش كيبقاو لنا هاد الشمعه لافاس اللي قلت لكم درت فيها لاكاج ديال الحمام ولا الفراخ. هذه دخلت فيها ارجونتي وموف والدوري يعني هاد الشمعه الكري غادي تجينا مع بزاف ديال الحوايج يعني ممكن نحطها مع داك الشمعه التوركواز يمكن نحطها مع داك الموف لحقاش اللي دايره لها عقيقه في الموف. هاد التوركواز جات انيقه بزاف وعجبتني بزاف انا هاد الشمعه يعني جات خفيفه ماشي شارجي. كنتمنى البنات هاد التزيين ديال هاد الشموع يكون راقكم وبارطاجيو هاد الفيديو الى عجبكم مع الاصدقاء ديالكم اللي تاعهم الفائده وشكرا لكم للمتابعه.